أعتقد أن اختيار الزكي كان قرارا صائبا للغاية. المنتخب المغربي كان ينقصه مدرب باسم كبير وقدم الكثير للمغرب وللكرة المغربية، لهذا أتمنى أن يحقق الإنجازات كالتي حققنا معه. المنتخب المغربي لديه لاعبون كبار ولا أدري ماذا ينقصه، لكنني أظن أن تعيين الزكي يمثل خطوة إلى الأمام من أجل بناء منتخب قوي ومشروع كبير.